هذا النشاط أجا يعني اليوم كان في حضور للشباب والصبايا للتعريف بالعملية الانتخابية اللي راح تتم في شهر 6. أعطوا يعني فكرة عن أعمار الشباب اللي رايحين حق لهم التسجيل وحثهم على التسجيل، وكمان انه يعني لل بده ينتخب حاله، وترك تم شرح عن الجوت النسويه. رايي انه هاي اللقاءات يعني بتكون مثمره عاده وتشجع من لا يرغب خلينا نقول، وتزيد اصرار اللي ايش اللي ملم بالعمليه الانتخابيه حتى يكون له حق في من يمثله او حق في انه يرشح حاله. هاي الورشه كانت توعيه للنساء علشان الانتخابات الجاي طبعا ان شاء الله، وان شاء الله بتكون انتخابات منيحه ومنزيه ويستفيدوا منها الناس. هذا اللقاء كثير كان مميز، يعني في شغلات خاصة النساء ما بيعرفوهاش يعني بدأوا يتعرفوا عليها ويتوعوا إلها. احنا طبعا هنا جايين عشان يشرحوا لنا عن الانتخابات وكيف انها بدنا نوعي الشباب كيف تصير، ويعني من هذا الاشي عن الانتخابات جايين احنا هون. الحمد لله لا كل شيء تمام، وهم بيقدموا لنا خدمات مليحة، وإحنا طبعا لما بناخذ منهم الشباب الصغار بيستوعبوا وبيعرفوا شو معنات الانتخابات وشو هو متوجه. بالنسبة للورشة، الورشة اللي إحنا هسا شغالين فيها إنه عبارة عن تثقيف، والتثقيف هذا للشباب وللنساء رجال في بلدة علار على إنه شو المدى اللي لازم يعملوه بالنسبة للانتخابات. الانتخابات رايحة تيجي صحيح، لكن شو هي الأشياء المتطلبات اللي لازم أنا أكون فيها عشان أكون عارف الشخص اللي رايح أنتخبه. الشخص اللي رايح أنتخبه لازم في عندنا مقومات، قوانين، أسس، مبادئ. لازم كل شخص رايح يروح ينتخب هذا الشخص إيش يكون عارفها. حضرنا الدورة هنا، عرفونا إنه تعزيز المشاركة في المجتمع، وإنه كل واحد له حق إنه ينتخب ويحاسب اللي انتخبه في حال إنه ما عملوا له أو ما لبوا له أي مطالبه. ضمن مشروع تعزيز المشاركة في الانتخابات والمنفذ من قبل مؤسسة مفتاح، اليوم احنا في علار استهدفنا معظم قطاعات فئات المجتمع، شباب وصبايا، رجال ونساء، لتبيان أهمية الانتخابات أولا، وحق كل مواطن في انه يسجل وينتخب ويختار. اثنين، كتير وضحنا أمور تمت عن طريق طرحها من قبل المواطنين كتساؤلات، وأيضا من قبلنا كنوع من التوعية عن آلية الانتخابات، القانون المتبع، من يحق له الاقتراع، من يحق له الترشح، وأيضا أهمية الكوتا النسوية، أهمية مشاركة كافة أطياف المجتمع في هاي الانتخابات، خاصة أنها انتخابات محلية يعني معنية بخدمات وتنمية تهم كافة المجتمع.